السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بدنجال بطريقة سهلة جدا في التحضير، مشرمل في الفرن كيجي بنين وسهل جدا في التحضير كمقبلة أو كسلطة. نتمنى أن الوصفة ديال اليوم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إلى عجبتكم ما تنساوش أنكم تابونوا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بالليك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا حبة بدنجال وحبة بيض فقط، يعني لا عندك حبة ديال البدنجال وحبة ديال البيض في الدار ممكن أنك تجدي هاد الوصفة هذه. فأول حاجة غادي نشد داك البدنجال أو داك الحبة ديال البدنجال وغادي نقشرها. نتوما إلا كتبغيو البدنجال بالقشور ديالو خليوه بالقشور ديالو، أنا هنايا غادي نقشرو. صافي، هنا من بعد ما قشرتو غادي نقسمو على جوج وغادي نبدا نقطعو بشكل طولي. كما قلت لكم نتوما الا كتبغيو القشور خليوه بالقشور ديالو. غادي يوليو عندنا هكا اصابع ديال الباذنجال. ندوزو باش نحضرو شرمولة. غادي نحتاج شوية ديال القزبور مطحون، شوية ديال الخل، شوية ديال الملحة، شوية ديال زيت الزيتون، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الكمون، وغادي نخلط هاد المكونات هادو مزيان. نتوما إلا بغيتيو تزيدو، إلا كانت عندكم التومة اليابسة زيدو واحد شوية، أنا ما كانتش كتوفر عندي فما زدتاش. وغادي نخففو بشوية ديال الماء، كنبدا نشرملو هكا حبة بحبة. تنسالي الكميه اللي عندي كامله وكنخليه في داك الشرموله باش كيتشرب داك الشرموله واحد 10 ديال الدقائق. عاد ندوزو للمرحله الثانيه. هنايا بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نجيب داك البيضه، غادي نوضع فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وغادي نطرب داك البيضه مزيان حتى يعني داك البيض ديال البيض يتطرب مزيان ما يبقاش هكا كيتجبد. من بعد ما طربنا داك البيضه مزيان غادي نبدا نغطس فيها داك الحبات ديال البدنجال او داك الاصابع ديال البدنجال، ونعاود نغطسهم في القمح الممتاز او السميد الناعم جدا. نتوما الا عندكم لا شابلوغ صوبوها فيها، يعني نتوما والرغبه ديالكم، انا هنايا فقط صوبتو بالقمح الممتاز. نتوما كما قلت لكم الا عندكم لا شابلوغ او الذره اليابسه نتوما والرغبه ديالكم. صافي، وكنوضعهم في الصفيحه اللي كتدخل الفرن. نسالي الكميه اللي عندي كامله، وفي هذه الاثناء راني رده الفرن يسخن على درجه حراره 180.
هنا بعد ما ساليت الكمية اللي عندي غادي ندخلهم الفرن، غادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت على درجة حرارة 180. اللي عنده الفران ديال الغاز يقلل البوطة، يشعل عليهم من الفوق ومن التحت ويقلل عليهم البوطة باش يطيبوا حتى من الداخل. فرهم دغيا كيطيبوا واحد 5 ولا 10 ديال الدقائق كتلقاوهم واجدين. فخواتي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الاصابع الباذنجان بعد ما طابوا، كيجيو مقرمشين وبنانين مع داك الصلصه او داك الشرموله اللي مشرملين بهم، كيجيو فنين. نتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم.